هذا الكتاب هو حصيلة مجموعة من دراساتي التي سبق وأن نشرت في دوريات علمية متفرقة حول البحرين في شق لا علاقة بمجتمع البحريني والتحولات الاجتماعية اللي مر بها المجتمع البحريني في خلال على الأقل قرن من الزمان، وفي شق آخر أو جزئية أخرى تتناول مظاهر من الحياة الثقافية والتحولات الثقافية أيضاً اللي مر بها المجتمع البحريني. وذي هي طبيعة يعني دراسات أنثروبولوجية مبنية على بعضها أعمال حقلية يعني ميدانية في البحرين أجريت شخصياً في البحرين، وأخرى لا أنا كنت أتناول فيها دراسات بعضها أنثروبولوجية وبعضها لا تنتمي للعلوم الإنسانية بصفة عامة والاجتماعية أيضاً.